عزيزتي أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة التي سوف نحاول من خلالها التدرب على مهارة إنشاء أدبي حول نص شعري ينتمي لمدرسة تكسير البنية، وسوف نحاول من خلالها تصحيح الامتحان الوطني لدورة 2018 شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. إذن سوف ننتقل إلى الامتحان الوطني. إذن قبل أن نخوض في غمار تحليل هذه القصيدة، لابد أن نعلم بأننا لكي نحلل هذا النص يجب أن نتبع تحليلا منهجيا عبر تصميم يراعي مجموعة من الخطوات كما تعلمون في مرحلة المقدمة والعرض والخاتمة. إذن مطلوب منا بداية أن نقرأ الأسئلة لكي نحاول أن نعرف المطلوب أولا، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى البحث عن المؤشرات التي تساعدنا على وضع التقديم. إذن كما تلاحظون الأمر يتعلق بقصيدة لنازك الملائكة بعنوان في جبال الشمال. إذن الأسئلة المطلوبة: اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية واللغوية ومسترشدا بما يأتي: تأطير النص ضمن سياقه الثقافي والأدبي، تكتيف المعاني الواردة في النص، تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها مع إبراز علاقتها بتجربة الشاعرة، رصد الخصائص الفنية في النص بالتركيز على البنية الإيقاعية والصور الشعرية وتحديد وظائفها، تركيب خلاصة تبين فيها مدى تمثيل النص لنموذج تكسير البنية في الشعر العربي الحديث. إذن بعد أن قرأنا هذه الأسئلة يجب أن نتوجه إلى مرحلة الأولى، وهي مرحلة كتابة التقديم. إذن لكي أقوم بهذه المرحلة بشكل صحيح، لا بد أن أجمع أولا مجموعة من المؤشرات التي تجعلني أتأكد من انتماء هذا النص إلى مدرسة دون غيرها. وقلنا بأن هناك مجموعة من المؤشرات، من بينها أولا الشكل الهندسي للقصيدة. فحينما نلاحظ أولا هذا الشكل الهندسي الذي نظمت عليه هذه القصيدة، يمكننا أن نقسم مجموعة من المدارس الأخرى كمدرسة البعث والإحياء في غياب نظام الشطرين، كما يمكننا أيضا أن نلغي المدرسة الرومانسية. إذن تبقى هناك مدرسة تكسير البنية ومدرسة تجديد الرؤية. هناك مجموعة من المؤشرات الأخرى، فنحن لا نكتفي بمؤشر واحد لكي نحدد انتماء النص، ولكن ممكن أن ننظر مثلا إلى الشاعرة نازك الملائكة، ونعلم بأن نازك الملائكة من مؤسسات الشعر الحر بقصيدتها الأولى الكوليرا. إذن أيضا ممكن أن نرجع أو أن نستعين بالأسئلة. في كثير من الأحيان يكون هذا السؤال، سؤال التركيب، يذكر اسم المدرسة. إذن كما تلاحظون تركيب خلاصة تبين فيها مدى تمثيل النص لنموذج تكسير البنية. إذن بعد أن تأكدنا من انتماء النص لمدرسة تكسير البنية، سوف ننتقل إلى كتابة تأطير مناسب. كما تعلمون بأن لكي نكتب تأطيرا ملائما يجب أن نضع هذا النص في سياقه التاريخي والفني. ماذا نقصد بالسياق التاريخي والفني؟ أولا علينا أن نعرف مدرسة تكسير البنية، العوامل التي ساهمت في ظهورها، الرواد. إذن ممكن أن نبدأ في بهذه المحاولة. إذن الشعر العربي الحديث عرف أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين تحولات فنية وجمالية استطاع بواسطتها تجاوز القصيدة العربية التقليدية، وذلك عن طريق تكسير نظامها الصارم وبنيتها الفنية المثورة منذ أقدم العصور الأدبية، سواء على مستوى الشكل حيث عمدت إلى تغيير نظام الشطرين وتعويضه بنظام السطر الشعري، وتنويع القافية والراوي، واعتماد وحدة التفعيلة بدل البحر العروضي، أو على مستوى المعجم الذي أصبح يجنح نحو البساطة والوضوح، أو على مستوى الصورة الشعرية
التي خلقت علاقات تعبيرية جديدة من خلال اعتمادها على الانزياح في صوره المتعددة كالانزياح التركيبي والانزياح الدلالي. إذن هنا سوف نتحدث عن العوامل التي ساهمت في ظهور هذه المدرسة. إذن هذا التحول الذي جاء، هذا التحول في تكسير بنيتي وشكل القصيدة القديمة كانت له أسباب معينة. من بين هذه الأسباب والعوامل كان الاحتكاك بالآداب الغربية والتشبع بالأفكار التحررية والانفتاح أيضا على الثقافات والفلسفات الجديدة والاطلاع على تجارب شعرية غربية. هذا الشيء الذي أعطى للشاعر قدرا من الحرية لتفجير طاقته الخلاقة، دون أن ننسى طبعا العامل الأساسي وهو واقع الهزيمة التي خلفتها النكبة الفلسطينية وبطش الاستعمار وافتقاد الاستقرار السياسي وغياب العدل والكرامة في واقع متردي، مما أعطى للشاعر جرعة من الحزن والانكسار جعلته يبحث عن وسائل جديدة للتعبير عنها. لذلك جاء التجديد عند رواد شعراء تكسير البنية قويا في ثورته على الأشكال الشعرية القديمة. لماذا؟ لأنه جاء من مضامين تشكلت من رحم المعاناة وواقع الهزيمة، لأن هذه المدرسة، مدرسة تكسير البنية، دخلت على مجتمع منهزم بدأ يتفكك، وليس كما كان الأمر مع المدرسة الرومانسية التي واجهت القوة أو المجتمع في قوته وفي طبعا تلاحمه. إذن ننتقل إلى أبرز الشعراء الذين أسسوا أو الذين ينتمون إلى هذه المدرسة وانخرطوا في هذه المغامرة الفنية. نجد على رأسهم نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، أمل دنقل، يوسف الخال، فدوى طوقان. إذن نازك الملائكة هي صاحبة هذا النص، إذن نرجئها إلى الأخير. نازك الملائكة الشاعرة العراقية التي تعتبر من رواد هذا الاتجاه الشعري الجديد، وهي صاحبة القصيدة التي بين أيدينا. ننتقل مباشرة إلى طرح الإشكالات التي سوف نجيب عليها في مرحلة الفهم. فما هي المضامين الشعرية للقصيدة؟ ثم الإشكال الذي سوف نجيب عليه في مرحلة التحليل، ما هي خصائصها الفنية والبنائية؟ وإشكال أخير نجيب عليه في مرحلة التركيب، إلى أي حد تمثل هذه القصيدة الحركة الشعرية الحديثة؟ بعد ذلك سوف ننطلق إلى الملاحظة البصرية. إذن من أجل ماذا؟ من أجل أن نضع إشكالاً، أو من أجل عفواً أن نضع افتراضاً أولياً يقودنا إلى خوض غمار هذا النص ودلالاته. إذن ممكن أن نأخذ مجموعة من المؤشرات. سوف مثلاً نكتفي هنا بالملاحظة البصرية والشكل الهندسي للقصيدة. إذن يتبين من خلال يعني ملاحظة البصرية والشكل الهندسي للنص أن الأمر يتعلق بماذا؟ بقصيدة تعتمد نظام المقاطع والأسطر الشعرية عوض ما كان سائدا قديما في نظام الشطرين المتناظرين. إذن هذه الأسطر الشعرية، سوف نرى ذلك في القصيدة، تتفاوت من حيث الطول والقصر، ومن خلال أيضا ملاحظة العنوان الذي هو في جبال الشمال، وأيضا السطر الأول والأخير الذي يقول عد بنا يا قطار، والسطر الأخير تتحرى رجوع القطار. إذن ممكن أن نقول أن يبدو أن موضوع القصيدة سوف يدور حول ماذا؟ حول رغبة الشاعرة في العودة إلى مكان ما، لعله كائن في بلاد الشمال، الأمر الذي يجعلنا نفترض أنها ستتحدث عن معاناتها في ديار الغربة بعيدا عن موطنها الأصلي. إذن تقودنا هذه الافتراضات الأولية لولوج عالم النص الشعري، وتدفعنا لتتبع مساراته الدلالية قصد التحقق منها. إذن سوف ننتقل إلى مرحلة
قراءة النص بشكل جيد ومتمعن حتى نستطيع أن نستخرج طبعا المعاني المبثوثة داخل القصيدة، وأيضا نقسمها ونكثف معانيها من خلال وحدات دالة. إذا تقول الشاعرة نازك الملائكة في قصيدة بعنوان: عد بنا يا قطار، فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل، عد بنا فالمدى شاسع والطريق طويل والليالي قصار، عد بنا فالرياح تنوح وراء الظلال، وعواء الذئاب وراء الجبال كصراخ الأسى في قلوب البشر، عد بنا فعلى المنحدر شبح مكفهر حزين، تركت قدماه على كل فجر أتر، كل فجر تقضى هنا بالأسى والحنين، شبح الغربة القاتلة في جبال الشمال الحزين، عد بنا للجنوب فهناك وراء الجبال قلوب، عد بنا للذين تركناهم في الضباب، كل كف تلوح في لهفة واكتئاب، كل كف فؤاد، عد بنا يا قطار الشمال، فهناك وراء الجبال الوجوه الرقاق التي حجبتها الليال، عد بنا عد إلى الأذرع الحانية في ظلال النخيل، حيث أيامنا الماضية في انتظار طويل، وقفت في انتظار، وقفت في انتظار تتحرى رجوع القطار. إذن من ديوان نازك الملائكة. إذن تلاحظون بعد أن قرأنا هذا النص أنه يبدو أنه مقسم إلى ثلاثة مقاطع، بحيث يعتمد في تقسيمه على النجيمات أو تلك النقط، نقط الحذف، الأمر الذي يمكننا أن نقسم معه القصيدة إلى ثلاثة مقاطع. ولكن كتوجيه فقط يمكن أن نقول بأن القصيدة الحرة أو قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحديثة هي قصيدة تتميز بالوحدة الموضوعية، عكس القصيدة القديمة التي تتميز بتعدد الأغراض، الشيء الذي يجعل عملية تقسيم النص هو تقسيم إجرائي فقط وتعلمي لغاية تعليمية محضة، وإلا فلا يمكننا أن نقسم هذا النص لأن وحدته تدور في فلك منسجم. إذن بقراءتنا للنص يبدو أن الشاعرة تتحدث عن معاناتها في ديار الغربة، وهذه الغربة لم تحدد مكانها بالضبط، وإنما قالت بلاد الشمال، وانتقلت بعد ذلك إلى الحنين إلى أهلها في بلد آخر وهو بلاد الجنوب، أمر الذي نفترض معه مثلا إمكانية أن تكون الشاعرة وهي التي قضت جزءا من عمرها في لندن أنها تبعث أو هذه المعاناة من لندن لبلدها العراق. إذن فالقصيدة ممكن أن نكتف هذه المعاني، معاني القصيدة، من خلال تلخيص مجمل وحداتها، وبعد ذلك نكتفها من خلال استخراج المعاني عبر المقاطع. إذن بأي شيء تفتتح القصيدة أو الشاعرة قصيدتها؟ تفتتحها بفعل أمر، عد بنا يا قطار، ولكن في الحقيقة فعل الأمر لم يؤدي هنا معنى الأمر الحرفي، ولكن في شكل التماس، وكأنها تلتمس من هذا القطار الأداة التي تمثل هنا أو رمز للتنقل، خصوصا وأننا نتحدث في مرحلة كانت يعني بدأت فيها نسبيا ملامح الحداثة والتحديث وظهور القطار وظهور المواصلات. إذا تفتتح الشاعر قصيدتها بأسلوب الأمر الذي تصرح من خلاله عن رغبتها في الرحيل عن جبال الشمال، حيث يسيطر عليها الإحساس بالغربة في كل شيء، وبعد تلك الشحنة الثقيلة من الحزن والحنين إلى الوطن تنتقل الشاعرة لاستدعاء الحياة في الجنوب الذي تحن إليه، وتصف مظاهر الحياة في الجنوب، حيث تحتمي من قساوة الغربة بالذكريات الجميلة التي تتذكر من خلالها العلاقات الدافئة التي تربط بين أهله الطيبين.
لتختم قصيدتها دائما بإصرارها على ماذا؟ على دعوة القطار مرة أخرى لتخليصها من لوعة الغياب، فتعود لتبكي حلم العودة الذي طال انتظاره. إذن من خلال هذا المضمون الأول يمكننا أن نكثف معاني القصيدة انطلاقا من ثلاثة وحدات. إذن المقطع الأول تتحدث فيه الشاعرة عن رغبتها للعودة إلى وطنها بعد أن اشتدت عليها وطأة الغربة وتصويرها لبعض مظاهر قساوة العيش في الشمال. إذن هذه القساوة تحدثت عنها ووصفتها بأنها كثيرة الضباب، قصيرة النهار، الظلام والسكون، تقلبات الطبيعة. إذن هذا وكأنها تتحدث أيضا على برودة في المشاعر وفي التعامل وفي اضمحلال العلاقات الإنسانية، الشيء الذي تفتقده في بلاد الغربة طبعا. إذن المقطع الثاني كان أو خصصته للحديث عن الحنين إلى الجنوب ودفء الأحبة الذين تركتهم يلوحون بالوداع. ثم المقطع الثالث والأخير إذن خصصته لاستجداء القطار أن يعيدها إلى بلادها، حيث الوجوه التي تحبها وحيث النخيل الذي يضلل الجنوب. إذن بعد أن تحدثنا أو بعد أن استخرجنا هذه المضامين، يجب أن نخرج باستنتاج مفاده أن الموضوع الذي تحدثت عنه الشاعرة هو موضوع حديث، وأن هذه الموضوعات هي تنتمي إلى شعر الشعر الحر. لماذا؟ لأن القصيدة كسرت ذلك النظام المتعارف عليه ضمن ما يصطلح عليه بتعدد الأغراض، واكتفت بموضوع واحد منذ بداية القصيدة إلى نهايتها، وهي تتحدث عن موضوع واحد، والغربة والحنين إلى الوطن، دون ذكر مقدمات أو ما كان معروفا في القصائد القديمة. إذن فمن خلال تحليلنا لمضامن القصيدة يبدو أن الشاعرة تناولت كما قلنا موضوعا جديدا أفرزته مظاهر المدنية والحياة الجديدة، وهو موضوع الغربة الذي عذب الكثير من الشعراء بعد أن اضطروا للرحيل لأسباب مختلفة، بحثا عن وطن وبحثا عن الخلاص من وطن أدمتهم جروحه. كما نلاحظ أن موضوع القصيدة حاضر في جل مقاطعها التي تميزت بوحدتها العضوية، الشيء الذي يمكننا من خلاله أن نتبين ملمح التجديد والثورة على مبدأ تعدد الأغراض الذي ظل يميز القصيدة في العصور السالفة. إذن تبعا لمضامين القصيدة التي تصف لنا فيها الشاعرة أحاسيس الغربة في بلاد الشمال وحنينها الدائم إلى بلدها، يمكن أن نقسم معجم القصيدة إلى حقلين دلاليين. الحقل الأول هو حقل المعاناة وحقل الغربة، والحقل الثاني سيكون بالطبع هو حقل الحنين إلى بلدها. إذن ممكن أن نستخرج حقل المعاناة والغربة، وأن نستخرج مجموعة من الألفاظ الدالة على ذلك، مثلا الظلام رهيب، السكون ثقيل، المدى شاسع، الطريق طويل، الليالي قصار، الرياح تنوء عواء الذئاب، شبح مكفهر حزين، الغربة الثقيلة، الشمال الحزين. هذه كلها مصطلحات وألفاظ وعبارات تدخل مباشرة في حقل المعاناة والغربة، بينما حقل الحنين للجنوب تمثله هذه العبارات: عد بنا، لهفة، قطار الشمال، الوجوه الرقاق، الأذرع الحانية، ظلال النخيل، أيامنا الماضية، رجوع القطار. إذن بملاحظتنا لهذين الحقلين الدلاليين ممكن أن نستنتج وجود علاقة تربط بين الحقلين، وهي علاقة تضاد. فالحقل الأول يتنافى مع الحقل الثاني، لأنه هذا الحقل يبرز الحالة النفسية للشاعرة جراء معاناتها في بلاد الشمال من قسوة الطبيعة
وغياب العلاقات الإنسانية والتي ينفتح. أما الجزء الثاني فهو أو الحقل الثاني ينفتح على الرغبة في الخلاص من هذا الواقع والرجوع إلى الأهل، حيث الدفء والمحبة والأدرع الحانية. إذن كل من الحقلين إذن لا بد من أن تكون لهذه الأشياء دلالات داخل القصيدة. فالمعجم أو الحقول الدلالية ساهمت في ماذا؟ في التعبير عن مضمون القصيدة واحتواء عمق معاناة الشاعرة من خلال التعبير عنها بمجموعة من المعاني التي توافرت على القصيدة. إذن بعد استخراجنا لهذه الحقول يتبين ماذا؟ يتبين بأن الشاعرة وظفت معجما يختلف عن معجم القصيدة الإحيائية القديمة والرومانسية الحالمة، إذ تتميز اللغة بشعريتها القائمة على الانزياحات المتعددة التي نقلت الكلمات من دلالاتها الحرفية إلى دلالات رمزية، كما تتميز ببساطتها وابتعادها عن المعجم التقليدي. إذا نلاحظ بأنه في مرحلة لحد الآن في مرحلة الفهم يمكن أن نقول بأن ملامح تجديد تبدو بادية من خلال الملمح الأول الذي هو المضمون. لماذا؟ لأن المضمون جاء مسايرا للمضامين الجديدة، ثم من خلال ثورة القصيدة على ماذا؟ ثورتها على مفهوم تعدد الأغراض، بحيث أن القصيدة حافظت على تماسكها الموضوعي ووحدتها الموضوعية، فتحدثت عن موضوع الغربة في بلاد الشمال والحنين إلى الوطن في بلاد الجنوب على امتداد القصيدة. ثم يمكن أن نقول بأن أيضا الملمح الذي يدل على التجديد هو طريقة استعمال الألفاظ، فهي ألفاظ بسيطة تمتح من المعجم اليومي، ولكنها سوف نرى ذلك في مرحلة قادمة، لكنها تعتمد التكتيف والإيحاء الدلالي رغم طبعا بساطتها. الشيء الذي يتناقض مثلا حينما كنا نتحدث عن تحليلنا لمدرسة البعث والإحياء، فإن الألفاظ المستعملة هي ألفاظ جزلة وقوية لا بد من الاستعانة بالمعجم لشرحها، ولكن حينما نشرح هذه الكلمات يتبين أن المعنى بسيط ويمكن أن نفهمه من سياق القصيدة، عكس القصيدة التي تدخل في هذا الشعر الحديث تعتمد الألفاظ بسيطة ولكنها تحتاج إلى التأويل لأنها تقترب مما يعرف بالغموض. إذن سوف نتوقف عند هذا الحد من أجل أن نواصل المرحلة الأخرى وهي مرحلة التحليل. إذن شكرا لانتباهكم.